أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في العاشر من يناير عام 1974 شارك المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة آنذاك بالاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للاتحاد برئاسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبحضور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ونواب الحكام وأولياء العهود وعدد كبير من المسؤولين في الدولة. وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بشأن الاتحادي والتطورات التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات والخطوات التي تهدف إلى تعزيز دورها ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد المجلس على ضرورة دعم الكيان الاتحادي وتوطيد أركان الدولة والتصديق على التشريعات والقرارات التي تسهم في تحقيق ذلك وفق ما ينص عليه دستور دولة الإمارات. واستعرض المجلس التقرير الذي أعده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس لجنة المجلس المكلفة ببحث سبل دعم وتطوير الكيان الاتحادي، والذي يضم اقتراحات متعددة لتذليل المشاكل أو العقبات التي تواجه بعض القطاعات وكيفية دفع مسيرة العمل الوطني خلال المرحلة القادمة. وأشاد المجلس خلال اجتماعه بالجهود المبذولة في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية وتعزيز الأمن والاستقرار وتطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية. وأكد المجلس أن الهدف النهائي الذي يتطلع إليه أعضاء المجلس الاتحادي هو تحقيق رضا وسعادة المواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة. صفحات من الماضي.